عارف الخنة دي بفكرنا بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الأستاذ شلبوب، عارفها شلبوب ده؟ والأستاذة كوكك، عارفها؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مش بقول لك فردتين قاعدين، دي مزة حلوة صح؟ دي مزة في الجون. بتعمل إيه؟ بس أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنت مش شايفة بتلاقي حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى انت بس، انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تلاقي. خلي نفسيتك سكي رياضة عشان خاطري. بلا رياض بلا امسك من فضلك، امسك القميص ده احتمال يبقى ذكرى ولا حاجة. من فضلك. ايه بص يا كابتن، احب اعرفك ان انت غلطت جامد يعني في نجم غلاف في اخبار الحوادث. خد القميص واجري، خد القميص واجري، شوف اي حد هنا بلاك اجري. انت برسلك على ناحيه بقى. انت حاول، انت مش عارف ده ضابط. ضابط هو محتاج توصيه من الطيور ده ضابط بلاك الهجانه. ده بقول لك بعد ناس كمان مره واحده. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ استنى كده يمكن ما اقعش. ايه يا عم انت ايه بترد لازم حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لا والنبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه يابا؟ استنى في شغله. روح انت بقى يلا عشان الراجل ده عايزني بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر زيت. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي. انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل في ايه ورجبه لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلعنا الساعه دي، بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه فرط في مناخير في اي حاجه. بس. لا بجد انا مبسوطه قوي. مبسوطه؟ جدا. مبسوطه عشان اتدغدغت قدامك يعني ولا لا؟ لا 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 انا مبسوطه لان انا حسيت بالامان. أول مرة، صرف النظر إنك أنت اتضربت. بلاش حتة الضرب ده ما تكررهاش كتير طبعا. بس حسيت إن أنا شايفة قدامي هيرو. نعم. هيرو، يور ماي هيرو. يور ماي هيرو ليه؟ إيه؟ رياض حقيقي أنا عايزة أصرخ وأقول للناس كلها، عايزة أصرخ بجد. جوزي اتضرب عشان. بس طيب أنت خلاص ده أنت بجد؟ خلاص. نفسي أصرخ حقيقي. خلاص طيب يا في حق طيب. ده إيه العرب ده؟ ده هتنرفزنا لازم جوزي اتضرب هتضحنا.